اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من يلا نتفاهم. كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده عيد الصعود المجيد. نبتدي في حلقتنا النهارده. اولادنا بنحبهم جدا وممكن نضحي كمان علشان يكونوا في احسن حال، لكن في بعض الاحيان مش بنلاقي مردود للحب ده ومش بيكونوا زي ما احنا متمنيين انهم يكونوا. ساعات كمان بنلاقي تصرفات معانا بتضايقنا لاننا مش بنبقى منتظرين منهم بعد كل الحب رد الفعل المختلف ده. هو في حاجه غلط احنا بنعملها؟ اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في حلقه جديده. امي كانت بتحكي لي وبتقول لي مش قادره اتحمل ان ابني يكون تعبان او مضغوط، ابني لو محلش الواجب احله انا. ممكن اكذب على بابا واقول له الولد نجح وهو ساقط، ممكن حتى اشتري طلبات يكون بابا طالبها منه واديها له. هو بعد كل الحب والاهتمام ده كنت منتظرة انه يطلع احسن واحد، لكن للأسف الشديد ما نجحش في الثانوية العامة ونفسيته تعبت وابتدى يدخل في امور صعبة وفشل دراسي متكرر وكمان ادمان. هو انا كنت بحبه بطريقة غلط ولا ايه؟ النهاردة عايزين نتكلم عن تدليل الاولاد وعن المحبة السماوية الصحيحة ليهم. ايه الفرق بين المحبة والتدليل؟ هل تدليلنا ومحبتنا الغلط لأولادنا ممكن توقع بينهم وبين ربنا؟ طب إيه هي مظاهر المحبة المؤذية لأولادنا؟ إزاي نحب أولادنا محبة زي ما بيقول كده حازمة وحكيمة من السماء؟ الأسئلة دي وأسئلة تانية كتير هتكون موضوع حوارنا مع ضيفتنا النهاردة الدكتورة منال موريس المتخصصة في المشورة الأسرية والمحاضرة بمعاهد المشورة. نرحب بحضرتك دكتورة منال. أهلا بيكم. أهلا وسهلا. اهلا دكتوره منال، مبسوطين بوجود حضرتك معانا النهارده. انا اكتر. دكتوره منال، هو انا لما احب ابني ولا اخاف عليه ولا حتى اقضي له طلباته هي دي حاجه غلط؟ اكيد حاجه مطلوبه جدا، والام والاب ليهم دور في تلبيه احتياجات ولادهم من ساعه ما بيتولدوا، وبيفضل لينا دور معاهم حتى بعد ما بيكبروا وبيستقلوا. بس كل مرحله في الحياه لينا دور فيها مختلف، لما بنلتزم بيه بنحقق فايدة أكبر لأولادنا. فقصة اللي حضرتك حكيتيها دي بصراحة فيها نقط كتير جدا يعني لفتت نظري، لأنه الأم دي هي فعلا مضحية جدا، وهي بتقول أنا يعني من كتر حبي لأولادي أنا يعني كنت بعمل لهم كل حاجة علشان هم ما يتعبوش خالص. لكن للأسف إن ده بيضعف العضلات النفسية اللي عند الأطفال. يعني إيه العضلات النفسية؟ لسه بيكبروا يبقوا مش قادرين يواجهوا الحياة. الحياة عايزة عضلات نفسية، عايزة قدرة على تحمل الفشل أحيانا، على ابتكار حلول، على أخذ قرارات ربما تكون صعبة وتحمل النتائج بتاعتها. الحياة عايزة معفرة، الحياة مش سهلة. فهل أنا، وده سؤال بقى أنا محتاجة أفكر فيه كأب وكأم، هل أنا عايزة لابني إيه أو لبنتي إيه؟ يبقى عنده قدرة إن هو يواجه الحياة بالصعوبة بتاعتها لما أنا أكون مش متاح إني أكون جنبه، ولا أنا عايزة أريحه وخلاص؟ أنا ببقى خايف عليه، يعني خايف لا يتأذي، خايف لا يتعب، خايف لا نفسيته تتعب، فبحاول ان اساعده، بزق بايدي معاه. ده غلط؟ مش غلط، بس له حدوده الصحيه. يعني المساعده ليها حدود. مثلا من ضمن النقط اللي ممكن بنستغربها، يعني لانه طبعا من القواعد النفسيه المعروفه انه شخصيه الانسان 80% تقريبا بيتكون منها في الست سنين الاولانيه من عمره. يعني حتى النقطه اللي احنا بنتكلم فيها ان انا اطلع قوي نفسيا بنسبه كويسه وعندي قدره على مواجهه الحياه ومصدق في نفسي، دي بتبتدي من وانا في السن الصغير ده. بس ايه المطلوب من اهلي؟ طب يساعدوني في زي ما حضرتك بتقول عشان انا اقتني القوى النفسيه دي في الكبر. اول ما اكون انا عندي قدره من وانا طفل صغير، ايا كان سني 5 سنين 4 سنين 6 سنين، اللي اقدر اعمله لنفسي محتاج ان انا اعمله عشان اقدر اصدق في نفسي. فطبعا انا كطفل في السن ده هكون ايه اللي انا قادر اعمله؟ يعني ما انت لسه هسال حضرتك، هلبس نفسي الشوز مثلا، هختار لبسي، ممكن هاكل نفسي حتى لو هوقع حاجه او كده، محتاج اتساب اعمل الحاجات اللي اقدر اعملها بتوجيه طبعا وبتصحيح بلطف لو انا محتاج اتعلم حاجه واقدر اعمل حاجه معينه بطريقه احسن مثلا من اللي انا بعملها بيها. بس الحقيقه ده اللي قاله العلم، انه بدايه ما انا كانسان بصدق في نفسي بيبتدي من السن ده، من سن 3 لـ5 سنين. اللي اقدر اعمله على قد السن ده الحقيقه بيفرق معايا قوي كانسان ان انا اعمله. مع ان في السن ده معظم الامهات لسه، بالذات لو انا الطفل الاول، لسه مش مرهقه، لسه مش زهقانه، لسه ما عندهاش مثلا اعباء كتير،
محتاجة ان هي يعني تنجزها، فيعني عندها الوقت انها تعمل لي كل الحاجات دي، بس الحقيقة ان ده مش في المصلحة. طب لو قلنا يعني ايه الخطورة من الطريقة دي في التعامل مع الولاد؟ انها هتخليني ما اكتسبش احتياج نفسي مهم جدا ان انا اكتسبه، او يعني نمو أنا ولا نفسي الولد. لا انا كطفل محتاج ان انا ابتدي اقتني في السن الصغير ده من 3 لـ5 سنين قدر من ان انا بعرف اعمل حاجات، محتاجه اصدق في ده، فده مش هصدق فيه غير لما اعمل بنفسي، فقوم تتساب لي الفرصه ان انا اعمل حاجات، مش ان تتساب لي الفرصه ان انا اضر نفسي. يعني في السن ده ما معروف الاطفال اللي عايز يحط صباعه في الكهرباء، واللي عايز يجي ناحيه البوتاجاز، واللي عايز يعمل حاجات ممكن يكون فيها خطوره. اكيد مش الحاجات دي طبعا اللي هتتساب لي ان انا اجربها واذي نفسي، بس في حاجات تانية كتير مش بناخد بالنا احنا لغياب المعلومه، مش لاي شيء اخر، غياب المعلومه انه يا هو في السن ده بتبتدي كاننا بنقول بنحط الاساس لبناء الشخصيه السليمه، الشخصيه بتاعت الانسان لما يكبر بتتبني خطوه بخطوه من الطفوله، ففي خطوه لازم توفى كده، هو زي العماره اللي هي ادوار كتير، كل ما كل دور اتبنى صح واتصب صح العماره هتطلع قائمه مستقيمه وهتبقى متينه وقويه. فانا كل ما بحس ان هو مش قادر يعمل حاجه لازم امد ايدي واساعد، هسيبه طب ازاي؟ طب ايه راي حضرتك لو مدينا ايدينا وعلمناه؟ بمعنى لو هو مش عارف يلبس الكوتشي هقول له جرب كده، يعني اذكر كده ام صغيره في السن فلسه كانت بنتها بتبتدي تحبي وبتهم قوي، فما كانتش تساعدها، تقول لها يلا كافحي يلا اطلعي خطوه لقدام يلا، بس هي مش حطها في حته مش نظيفه، ولا حطها في حته ممكن تتعور فيها، لكن هي بتشجعها مع انها ممكن تقول لا انا مش عايزاكي تتعبي وتروح شايلاها، لا هي عايزاها تنمو عضليا، وكمان ده نفسيا بيفرق. دي النقطة المهمة جدا، هي دي حاجات ممكن فعلا الأطفال يعملوها وهتبقى بالنسبة لهم مفرحة وهتبقى بالنسبة لهم ما فيهاش تعب، بس بعد كده حضرتك عايزة تقولي انه كل ما السن يكبر كل ما المسؤوليات تكبر؟ طبعا لازم اكلفه بمسؤوليات، حتى لو انا هي يعني عادة في البيوت المصرية لما حاجة بنعرف احنا نعملها مش بنكلف الأهل بيها، الأطفال بيها أنا أسفة، لكن لا إحنا محتاجين نقصد نعمل ده، نقصد نخلي عليهم مسؤوليات على قد سنهم، حاجات يعملوها. يعني بتهيألي مثلا معظم البيوت الولاد مش بيرضوا يروقوا أوضتهم، فيعني خلاص بقى أنا عايزة الدنيا تبقى نظيفة فهفضل مستنية كتير، فأنا بقوم بالواجب. عندي نقطة مهمة في الحتة دي، إمتى بتبقى الأم منتظرة إن بنتها مثلا بالذات يعني البنت بالذات تبتدي إنها تروق أوضتها، إمتى بتبقى منتظرة منها التصرف ده؟ في سن المراهقة يعني مثلا يعني 15 14 13 14 سنة لما تبقى قادرة انها تعمل كده كويس. انا بقى في السن ده انا ببقى بحصد نتاج السنين اللي فاتت في الشخصية، اللي ساعدته انه يتكون في الشخصية هو اللي هلاقيه. اصل صعب جدا، انا شايف انه نبتدي من 13 14 سنة نهتم بأوضتنا لو يعني فجأة كده مش هيحصل. ما هي لسه صغيرة، هي 13 سنة دي كبرت يعني هي كبيرة كفاية انها تشيل مسؤوليات خاصة بيها على قدها، مش صعب عليها من قبل كده بكتير على فكرة، يعني مش صعب على الطفل اللي هو عنده 6 سنين انه يلبس نفسه، مش صعب ان هو يحط هدومه في مكانها، مش صعب عليه، بس احنا حاجة من اتنين، يا اما في يعني نوعين من الامهات، في ام بتبقى هي حابه جدا انها تعمل كل حاجه لعيالها وما عندهاش مشكله، يعني المشكله بتيجي مع الامهات بعدين لما العمر بيتقدم شويه فالجهد بيقل والمسؤوليات بتكتر لما يكون في عدد من الاطفال فتبتدي تشتكي انه انا عايزه حد يساعدني، لكن في المراحل الاولى معظم الامهات انا قادره اعمل فليه ما اعملش، وحتى ده يخليني انجز، ما انا هاخد وقت ان انا اعلمه وادربه واقول له يعمل ايه، هاخد وقت اكتر، فده بيخليني انجز وممكن اكون انا كمان مستمتعه جدا باللي انا بعمله ده، ان انا عايزه اريحه وعاوز اعمله كل حاجه. وفي نوع تاني من الامهات والاباء طبعا بيبقوا مش فاهمين اهميه الموضوع، مش عارفين المعلومات اللي احنا بنحاول ان احنا نقولها، انه لا هو من السن الصغير ده بدايه ما هو يصدق في نفسه، ولابد ان هو يصدق في نفسه ان اديله مسؤوليات على قد سنه، وانا بقى اجتهد في ان انا اصبر انه هياكل في مده اطول، وانه انا يمكن اضطر احميه بعد كده، وانه في حاجات كتير بس تستاهل ان انا ببني هنا الشخصية، مش بنجز مهام ورايا تخص اكله وان هو يستحمى، يعني هي مهام عايزة انجزها وخلاص، لا انا في مهمة اساسية عندي كأب او كأم ان انا ابني شخصية الطفل ده
فهي الشخصية بتتبني زي التشبيه اللي أنا قلته دوت على مراحل، في كل مرحلة من العمر بحتاج أبتدي أدي الأساس لحاجة معينة مهمة جدا للإنسان لما يكبر. بس أنا اللي بحدد بقى أكيد المسؤولية اللي أنا هقدر أديها له. طبعا بحدد على قد ما هو يقدر إن هو يعمل، يعني مش هخليه 6 سنين مثلا يروح مثلا مشوار لوحده وبعيد ويركب مواصلات يعني. لا ده بتكلم جوه البيت، يعني أنا ممكن أبقى شايفة، أنا إحنا الأمهات أكيد نوعيات مختلفة، فأنا ممكن أبقى شايفة إن الطفل 6 سنين دوت ما ينفعش يوضب أوضته، هيوضب فيها إيه؟ طيب عايزه اقول بقى على نقطه مهمه، لانه يعني فكره النمو النفسي للانسان من الطفوله للكبر ان هو مراحل، وفي كل مرحله الانسان بيبقى بيقتني مهاره نفسيه معينه بيكمل بيها بعد كده، هي دي حاجه الانسان مخلوق بيها. فاحنا بنلاقي الاطفال على فكره في السن ده بيبقى عندهم مبادره، هم بيطلبوا ان هم يشيلوا مسؤوليات، هم بييجوا يقولوا لماما عاوزين نعمل ده معاكي، او انا عايزه اعمل كيكه زي ما انت بتعملي، او هم بيبقى على فكره بيطلبوا ده. فلو انا طول الوقت عشان اريحه او جايز اريح نفسي اقول لا، انا بقتل حته معينه. هو الحالتين على فكره، بريحه وبريح نفسي. اوكي بدل الدوشه دي. بالظبط اي يعني هو ينفع اخليها تعمل معايا كيكه وتخش المطبخ وتمسك الات حد وحاجات كده؟ ما ينفعش وانا بنظف البيت تمسك مقشه وتمسك، يعني ما هي ممكن تقع وممكن تتزحلق وممكن تتعور. فيعني هو انا مش هسيبها خالص، هو انا هبقى موجوده في رقابه على الطفل وهو بيبتدي ان هو يعمل حاجات، ومش هخليه يعمل كل الحاجات، لكن كون انه يشترك ويتصدق ان هو نجح في حاجه، وان انا اشجعه لما ينجح في حاجه، ولو انا شايفاها صغيره قوي، بس احنا بنتكلم على ايه؟ على بنى، على شخصيه بتتبني زي كده. اي عماره كبيره مش ممكن تكون كفائتها انها واقفه على حيلها، وانها عماره قدرت تقف قدام زلازل وقدام حاجات عشان السطح بتاعها ممتاز جدا، لا طبعا. الاساس اللي بالعكس اللي مش باين تحت الارض هو الاساس بتاع اي عماره، صح؟ فاللي مش باين ده اللي هو في السن الصغير هو الاساس بتاع اي شخصيه. فاي شخصيه ناجحه احنا بنشوفها، بالذات احنا يمكن بنلاحظ ان في الغرب، يعني دلوقتي كل رؤساء الوزراء الغربيين بيبقوا في سن صغير جدا جدا. طب وهم ازاي اقتنوا القدرات دي؟ هل هي فقط قدرات علميه تعلم يعني وشهادات علميه؟ بالتاكيد لا، بالتاكيد حاجه في الشخصيه نفسها، لانه لابد يكون بناء الشخصيه كمان في درجه كويسه من النضج علشان اقدر ان انا انجح في الحياه. هي مش مساله شهادات وبس، النضج النفسي، النضج النفسي، القدره على حل المشكلات، القدره على تحمل الضغوط، كل دي ملامح للنضج النفسي. القدره على ان انا اقوم بعد فشل، على اصنع القرارات، على الاداره وتوزيع المهام. ما هي كل اي حد في منصب من المناصب هو عنده القدرات دي، هي عشان كده عارف ينجح في شغله، مش عشان خد الشهاده. يعني محبتي الفياضه دي ممكن تضر الابني؟ لو انا مش باخد بالي من كم نقطه، واحده منهم النقطه اللي احنا اخذنا فيها الوقت يعني لحد دلوقتي، ان احنا لابد نساعده على ان هو يتحمل مسؤوليات وعشان يصدق في نفسه ونشجعه، ولما يغلط نعلمه. يعني يمكن مثلا تيجي البنت اللي عندها 6 سنين تقولي لا انا متاكده ان انا هعرف اعمل البيض لوحدي، سيبيني اعمله يا ماما. اقول لها خلاص اعملي، والاقيها لخبطت الدنيا وحرقت الطاسه والدنيا باظت خالص، رد فعلي بقى هيكون ايه؟ لو انا فاهمه ان انا ببني شخصيه وببني ثقه في النفس، وانا محتاجه اعلم، هي مش هتنزل لي لوحدها عارفه تعمل كل حاجه ولا يعني، ولازم علشان تتعلم لازم تغلط. فينفع ان انا اقول لها لا بصي استني تعالي نتعلم نعملها ازاي علشان بعد كده تطلع طعمها احلى ونعرف ناكلها ونبقى مبسوطين بيها. انت عملتي ايه؟ انا عملت كذا وكذا. طب برافو، وهي حلوه جدا، بس هي ممكن تبقى احلى، تعالي او تعالي نعملها كده مع بعض. يعني في طرق ان انا ابقى، بس انا لو يعني محتاجه اعمل كده تغيير في تفكيري كأم، ان انا يعني اخد قرار اهتم بالامور دي فاديها وقت، وما اتصورش ان انا موديه ابني والبنتي في مدرسه كويسه جدا خلاص دي بقى مسؤوليه المدرسه. لا، هو بيقعد في البيت وقت اطول من اللي بيقعدوا في اي حته. صح. او انا بوديه الكنيسه، ما انا زي اللي بنقوله على النمو النفسي بنقوله على النمو الروحي. فاحنا معرفين دور الاهل اساسي ومؤثر اكتر من اي حد في شخصيه اولادهم. طيب خلينا نخش ناحيه روحيه شويه، هل الطريقه دي والمحبه دي في التعامل مع ابني ممكن بتاثر على علاقته بربنا؟ يعني انا كاب وساميه كام يعني بيحاولوا ان هو يوصلوا له محبه يعني زي ما ربنا بيحبك، لكن حضرتك قلت المحبه الزياده ده هي او العاطفه الزياده دي ممكن تضره. طب مع ربنا بقى الدنيا هتمشي ازاي؟
يعني انا السؤال ده حلو جدا. طيب لو انا عايزه اوصل له محبه ربنا، هل هو ربنا بيعمل لي كل حاجه ومش عايزني اتعب خالص؟ ربنا بيحب، بيقول كده محبه ابديه احببتك. ايوه، بس نوع المحبه، طريقتها، طريقه التعامل بتاعته معانا كاولاده، وهو بقى الاله اللي عنده الحب الغير محدود، يعني مفيش حد هيحب اولاده قد اكتر ما هو بيحبنا. صح. من ناحيه قوه الحب. صح؟ صح. لكن هل هو بيعمل لنا كل حاجه؟ اكيد لا. هل هو لما خلق ادم مثلا، يعني ما خلقش كل الحاجات اللي احنا موجوده دي دلوقتي، ما خلقش الكمبيوترات والطيارات والعربيات وكل العلوم وكل الانجازات دي، مين اللي عملها؟ ادم اللي عملها. هو اداله الامكانيات وسابه هو يشتغل بيها ويطلع كل التطور اللي احنا طبعا عايشين في تقريبا في اخره دلوقتي، ولكن يعني اكيد لسه اكتر، لو في زمن اكتر هيكون في تطوير كمان اكتر في كل الامور. فاذا وهو من ساعه ما خلق ادم برضو قال له انت عندك مهام تعملها، واداله سلطان وسلطه على الخليقه. فيعني عايزه اقول مديله امكانيات انه يعمل حاجات وسايبه يعملها حتى لو بتاخد منه تعب. تمام. لكن مش بيعمل له كل حاجه. صح. صح. بس يعني هو انا لما بعمل لابني برضو، ما انا ما بش بعمل كل حاجه، بس على الاقل بعمل الحاجات الصعبه اللي عليه. يعني طب خلينا انا بتخيل حتى عشان ابقى دقيقه ان دي صعبه عليه. حلو قوي، ده كده جميل جدا الكلام ده. بس خلينا طب ناخدها فعلا من وجهه نظر ربنا. هو اي حاجه انا اقدر اعملها هو بيسيبني اعملها، مش بيعملها لي. فخلينا نعكسها، اللي يقدر يعمله يعمله، ولو انا محتاره في نفسي مثلا، يمكن انا خايفه عليه بزياده، طب ما انا ممكن اساله، اشركه في الموضوع، اشركه في القرار، ايه رايك تعمل؟ لان زي ما بقول لحضرتك انه فعلا الانسان يعني. لو اشرك ابني الانسان بيبقى يعني بالطبيعه كده في كل مرحله بيدخل فيها بيبقى عنده اشتياق انه يقتني المهاره اللي المفروض يقتنيها في السن ده. فيعني بيبقى فعلا عنده رغبه جامده انه هو يبتدي يعمل حاجات ويجرب الحياه ويصدق في نفسه. ايوه. بس يعني الولاد وخصوصا في سن المراهقه 13 14 سنه دول بيبقوا متهورين جدا، وبيبقوا يعني انا بشوفهم انهم بيتخيلوا انهم يعرفوا يعملوا حاجات ما ينفعش يعملوها او مش في سنهم او تمام. فبتهيألي لو شاركته ده يعني هيبقى حاجه جميله جدا بالنسبه له. انا اعرف، بس انا مش حاسه انه هيعرف. كل مرحلة في العمر زي ما اتفقنا مش بس ليها مهارة نفسية أو احتياج نفسي، أنا لما بجمع منه بأنمو وشخصيتي بتبقى أحسن، لكن في طريقة للتعامل. فالمراهقين طريقة التعامل معاهم طبعا لابد تكون بالتفاهم والاتفاق. ده مش بس بيحمي من التهور، لكن كمان بيخليهم يعني راضيين، لأنه في السن ده الإنسان بيمتلك أكتر إرادته وحريته. يعني صحيح انه التربيه المسيطره دي مرفوضه تماما في اي سن، بس طبعا هي يعني هتنفجر في وشنا لو احنا بنربي بالسيطره، هتنفجر تماما وقت المراهقه، لانه خلاص هو ابتدى يمتلك ارادته. فانا هنتفاهم، مش هنتفاهم انا هعمل اللي انا عايز اعمله. وعلى فكره ياما بشوف طبعا انه حاجات كتير بتتعمل والاهل ما يعرفوش عنها اي شيء، وما بتكونش حاجات لا صح ولا مفيده ومليانه تهور زي ما حضرتك بتقولي، والاهل ما هيعرفوا عنها حاجه. فهي يعني ده بيخلينا نقول انه لا، هو في كل سن في طريقه للتعامل. اللي عنده 5 6 سنين ده مش هنقعد نشرح ونتفاوض ونوسطن الامور، لكن المراهق لابد من التفاوض ووسطنه الامور. فانا هسهر مع اصحابي لحد الساعه 5 الفجر، لا طب نتفاوض علشان خاطر احنا بنقلق عليك، علشان خاطر في مخاطر فلانيه، عشان خاطر انا ايا كان، طب نظبطها تبقى الساعه كام؟ يعني نظبطها ازاي؟ هو يقترح واحنا نقترح ويبقى في اتفاق واضح وتفكير واضح. يعني الولاد ما فيش حد بيغلبهم. التفاهم، التفاهم يغلبهم قوي. اصل فكره ان انا بحاول اسيطر عليهم ده اللي بيخلي عنده تمرد عالي جدا جدا. بسيطر بقى لاني خايفه عليهم، بسيطر لاني شايفاهم متهورين ومش عارفين مصلحتهم، عايز اريح دماغي ومش عايز مشاكل. ما هو السيطره هي بدايه اي حد كبير او صغير. فلكن التفاهم والصداقه دي طبعا بتخليني اكسب الولاد. والحقيقه برضو حتى الصداقه ما بتبتديش في السن الكبير، زي ما احنا متصورين ان هو لما يكبر بقى يبقى نشوف هيبقى يثق في نفسه وهيعمل حاجات ومش عارف ايه، برضو الصداقه مع الاولاد بتحتاج نبتديها برضو من بدري قوي قوي قوي، على قد سنه. زي ما على قد سنه بحمله مسؤوليات، على قد سنه بقعد اعمل حاجات معاه.
على قد سنه بس دي بتنشئ صداقه. طبعا تنشئ صداقه، تتدرج بقى وتعلى. نيجي في وقت المراهقه الصعب ده، لا احنا اصحاب، هو عنده ثقه ان ماما بتفهمني وبابا بيفهمني، ان هم مش هيسيطروا عليا، ان هم عايزين مصلحتي، بنتفاهم، ممكن بنوافق لهم على حاجات. عايزه اقول ايه، مش الخطوط، مش لازم تكون يعني الخطوره الرهيبه، حاجات احنا هنكون قلقانين شويه، بس احنا هنتعامل مع قلقنا عشان هو مثلا لازم يروح ايفنت معينه مثلا مع اصحابه في مكان معين مثلا، ولكن يعني احترازات وقائيه، زي ما يعني طبعا يعني بينفع نقول له نكلمك نطمن، او انت كلمنا نطمن، او لو عوزت حاجه قول، يعني بينفع ان احنا نوضب الموضوع، بس نبقى يعني موافقين ان الولد او البنت لازم يبقى عنده قدر من الحريه في السن ده. طيب لو انا ما بنتش الصداقه دي هي طول الوقت، هيبقى صعب عليا ان انا اجي في سن المراهقه وابنيها؟ بيبقى اصعب طبعا، لكن دايما يعني بنقول انه مهما كانت الحاجه صعبه، لكن الاجتهاد بيخليني احقق شويه، احسن من ان انا اقول لا خلاص، هو ما فيش موضوع ابدا، بيبقى ديد اند، يعني بيبقى خلاص ملوش حل. بس اي حاجه بتتاخر طبعا بتاخد بتاخد صعوبه يعني اكتر، لكن بيبقى الموضوع يستاهل. طب يعني خليني عايز ارجع برضو الموضوع علاقته بربنا. انا ببقى لما بعمل كده ببقى حاسس ان انا بوصل له صورة ربنا او محبة ربنا. هل محبة ربنا يعني بتعمل ايه بقى، او شكلها ايه عشان اقدر اوصلها بطريقة صح، او الكتاب المقدس هل في مثلا امثلة بتتكلم على الموضوع دوت بتبين القصة دي؟ أكيد طبعا. أنا عايز أكد بس على نقطة حضرتك بتقولها، أنه الحقيقة هي مسؤولية ضخمة على الأباء وعلى الأمهات، بس هي حقيقة برضو علمية يعني بالنسبة للمشورة المسيحية بالذات، أنه أنا بكون وأنا طفل بكون صورة عن محبة ربنا وعن أبوة ربنا من خلال تعامل أبويا بالذات طبعا، وبعدين تعامل أمي كمان، لأنه أنا من وأنا صغير بتعلم أنه ده بابا اللي في السماء وبصلي له وأقول له يا أبانا. فبيحصل طرح بقى للايه، بقى تصور انه ربنا ده هو شخصيه بابا وماما، الابوه بتاعت ربنا دي هي الابوه اللي انا شفتها في البيت. بتصور كده. ففعلا هي مسؤوليه ضخمه على الاهل، محتاجين بقى ان احنا نبقى متاكدين ان احنا فاهمين محبه ربنا صح، عشان هو كده كده اول فكره عنده عن شخصيه ربنا وطريقه ما ربنا بيحبنا هيكونها من محبتنا احنا ليه. فلو احنا محبتنا مسيطره يبقى ربنا مسيطر، لو احنا محبتنا فيها تدليل يبقى ربنا بيدلعنا. ده كده في مشكله كبيره، يعني لو انا المحبه دهيت مش زي محبه ربنا، هو مش عارف يتعامل مع ربنا، ممكن يقع في ربنا كمان. ده بالتاكيد أيوة. لحد ما الشخص بقى عمر ما محبتش هتبقى زي محبه ربنا، او شبه يعني حاجه شبه محبه ربنا، لكن لو انا بقى بحب بطريقه غلط يبقى الولد او البنت هيشوفوا ربنا بالصوره بتاعت بابا وماما زي ما انت حضرتك تقول. طبعا اذكر يعني فممكن يقع. اذكر قصه يعني في كتاب مترجم، انه حد كان بيحاول يرجع شاب كان ابتدى يبقى يدخل في سكه الاجرام وعصابات وحاجات صعبه كده، وحد في دوله اجنبيه يعني، وبيحاول يقول له ارجع لربنا وعلى فكره ربنا اب وبيحبك. فراح الولد قال له على فكره لو ربنا اب انا مش عايز اعرفه، من كتر ما الأبوة في ذهن الولد مشوهة جدا بسبب قسوة أبوه وعنف أبوه معاه طول السنين. فهي بتنعكس. بس إحنا هنا عايزين نعمل توازن، يعني في مسؤولية على الأب والأم إنهم يجتهدوا ويفهموا محبة ربنا بالظبط هي إيه ونعكسها، وكمان في مسؤولية طبعا بتقع على أي شخص فينا بعد ما يكبر ويمتلك حياته إنه هو يعرف ربنا على حقيقته. ربنا أعلن عن نفسه بوضوح في الكتاب المقدس، فأنا مش محتاجة أتلخبط فيه. أنا ممكن يكون كطفل اتأثرت باللي شفته في بيت أهلي، وهم في الآخر وفي الأول بشر محدودين، قدموا اللي يقدروا عليه، مطالبين يجتهدوا، بس أنا وأنا كبير أنا ماليش دعوة، يعني أنا بقى أشيل مسؤولية حياتي وأبتدي أنا أفهم محبة ربنا اللي موجودة في الكتاب المقدس هي عبارة عن إيه، وهو بيعلن عن نفسه إزاي. فحاجة من ضمن يعني الحاجات الواضحة جدا في محبة ربنا، محبة ربنا أساسها مصلحتي مش مصلحته. فحتى وهو هو من ضمن الايات اللي كلنا عارفينها انه في كل ضيقنا بيتضايق، صح؟ فيمكن ساعات بنساله طب انت بتسمح بالضيق ليه؟ ده انت حتى متضايق معانا عشان مصلحتك، عشان ده اللي هينمي شخصيتك على المستوى النفسي والروحي، هما فيش فرق ما بينهم، يعني هما مع بعض، هما الاثنين يعني بينموا بعض ومتضفرين مع بعض بيسموهم كده يعني. فربنا في محبته لا هو بيجي على نفسه قوي بيجي على نفسه قوي علشان خاطر مصلحتي، مش كل طلباتي عنده مجابة وبيفرزها كويس قوي.
ايوه بس ده بالنسبه لربنا بيبقى شايف ان في خطوره. الله طبعا بيبقى عارف المستقبل، عارف الشخصيه، فبيدور على مصلحتي. لكن انا ماما شايفه انه مصلحته في اني يعني اريحه لانه هيجي الوقت اللي هيتعب فيه. اوكي، الجمله دي مشهوره جدا وسمعتها كتير جدا. اوكي، طب لو في حقيقه علميه مش روحيه، لو في حقيقه علميه بتقول انه لو هو مش هيشيل مسؤوليات كفايه وهو صغير، ولو انا هريحه كتير وهو صغير، هو مش هيطلع مبسوط في حياته، مش هيبقى مثلا كل علاقاته هتتاثر، وهيبقى بيطالب كل الناس في مستوى الصداقات وبعد كده في الزواج بانه يتعامل بنفس الطريقه، طلباته كلها تبقى مجابه، ريحوني، انتوا بتتعبوني ليه؟ ما هو انا طول العمر بتعامل بالطريقه دي، هي ما اعرفش انه في طريقه تانية للتعامل. فلو انا عايزه اريحه، بس في حد في يعني دراسات علميه بتقول ان ده هيضر بيه اكتر، هيخليه زوج مش ناجح في زواجه، اب مش ناجح في تربيه ولاده، شخص مش ناجح في شغله. يعني هو انا مش هعمل كده برضه؟ لا 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 اكيد لا. بس هو انا مش بقول انه هنريحه خالص ما يعملش ولا حاجه، بس انا بقول الحاجات التقيله. مثلا راح اتخانق في المدرسة وحصلت مشكلة، لازم هروح واشوف المشكلة واشوف مين عملها وادافع عن الولد او البنت، وهيبقى في تدخل. طب في سؤال عندي، ده حلو جدا انه يتعمل، طب لو عملنا ده وعملنا معاه حاجة تانية، علمناه هو ازاي يدافع عن حقه وياخد حقه بعد كده، انه الاقوى اللي يسمع في شخصيته في المستقبل بطريقة احسن؟ اكيد لو علمته، بس على بال ما علمه هياخد وقت، فهيفضل ملطشه بقى لغايه لما يتعلم. لا بنتصور ان هو هياخد وقت، ده هو سن المدرسه، ده احنا بنتكلم في 6 سنين وطالع. تمام. فده مش حد، ده عدى، دي هو كده علميا في رابع مرحله في النمو النفسي، يعني ده المفروض انه كون عند يعني جوه شخصيته، بقى عنده قدر من الامان والثقه في نفسه وفي الاخرين، وعنده قدر من يعني عنده خبرات بقى، وعنده قدر ان هو فهم انه هو شخص مستقل عن ماما، وان انا ينفع يعني هو مر في 3 مراحل قبل كده. 6 سنين مستقل عن ماما؟ طبعا مفروض ان هو بنى شويه حاجات جواه. فهو يعني الانسان في السن ده زي ما قلت من شويه ان هو 80% من ملامح شخصيته اتكونت، فهو مش كائن بسيط، يعني هو يقدر يعمل حاجات كتير جدا، لانه من 6 ل 12 ده بقى ده سن الانتاجيه يسموه، يعني ده بقى انا داخل مدرسه عايز اشوف بقى انا مين وسط المجتمع، وهعرف انافس وهعرف اتعامل ولا لا. فاول خبره الطفل بيمر بيها هي دي اللي انا محتاجه اكون معاه فيها، بس مش عشان اعمل اللي المفروض هو يعمله، عشان اعلمه هو يعمل ايه. انا مش هقدر اكون موجوده معاه في كل مره حد يتخانق معاه في المدرسه، وفي الحياه بعد كده انا مش ضامنه ان انا هقدر اكون موجوده معاه في كل حاجه، فانا ما عنديش بديل غير ان انا اعلمه هو يقدر يعمل لنفسه. هي دي المحبه المتزنه، او نقدر نقول المحبه انجاز التعبير الحقيقيه، يمكن هي المتزنه اللي هي فيها شبه فعلا من محبه ربنا، لان ربنا مش عايز عياله على طول هو شايلهم، لا هو عايزهم ايه؟ شداد. هو لما ايوب اختلف معاه في الراي، اقف على رجليك وكلمني نتفاهم، صح؟ مش انه بيطبطب ويحنحن والحمايه الزايده، ده مش طريقه، مع ان محبته لا تخلو ابدا من الحنان ويرق لشعبه دائما، لكن مش لدرجه ان هم يخليهم ضعاف او اعتماديين او فاقدين للقوه النفسيه. فموقف زي كده منتشر جدا جدا، وهو جاي يعيط. طبعا العيال بتختلف، لان زي ما بقول لحضرتك جزء كبير من شخصيته هيكون اتكون، فممكن طفل يرجع يقول لك انا ضربت الولد وبهدلته وخدت حقي، ممكن، لانه الجينات بتفرق، فاستقبال الاطفال بيفرق طبعا. لكن لو هو حد ما عرفش يتصرف، لان انا طول الوقت بريحه وعندي حمايه زايده ليه ومش عايزاه يتضايق من اي حاجه وكلام من ده، فانا هروح اقول له طيب تعالى نشوف هنعمل ايه، هجيب مثلا الولد وهو هيشوفني انا بتكلم ازاي، واقول له المره الجايه لو الولد عمل معاك حاجه انت هتعمل كذا، هتقول له كذا، وهتقول للمستر كذا، ولو ده ما نفعش تعالى ارجع لي ونشوف هنعمل ايه تاني. بس في كل الاحوال عايزه اسيب معاه هو مهاره في ايديه، اديله هو اداه يعيش بيها في الحياه، يعني انصحه واديله حلول، لكن مش انا اللي بحل. مش انا اللي بحل في الاول، ممكن اكون انا بحل حاجات صعبه فعلا عليه لان هو مش عارف يحلها، او اول مره يمر بيها، لحد ما هو ايه يتعلمها ويقف على حيله. يعني هو هيكون عنده ثقه في نفسه جدا، ويعني وامتى هيتصرف لوحده، ويمكن يفرحني بقى، يرجع المدرسه من المدرسه يقول لي ده انا حصل كذا وانا عملت كذا، فانا الاقي ايه ده انت عرفت تصرف جدا، لو انا مشتغله معاه اساسا
كويس قوي. ففي اختيارات كانت وهو قبل ما يروح المدرسة اختيارات كتير، يلبس ده ولا يلبس ده، فيقول لي ألبس إيه، أقول له أنت اختار. وممكن لو أنا عايزة اختار حاجة مناسبة للمكان اللي احنا رايحينه مثلا أحدد له اختيارات بس تكون كلها صح، يعني شوف عندك ثلاثة طقم هم اختار ده أو ده أو ده، عشان إيه لما يختار واحد ولا برافو ده جميل جدا برافو عليك، بس أنا عندي أنا أقدر I can. طب لو اتكلمنا بقى عن الخطورة ده، هي هل الخطورة دي على الولاد بس ولا ممكن تكون في خطورة على الأهل أو الأب والأم، وروحيا بنشوفها ازاي في الكتاب المقدس؟ يعني طبعا في تحميل زيادة قوي على الأهل لما يكونوا طول الوقت هم مكرسين حياتهم تكريس كامل لأن هم يريحوا عيالهم، مش يعني التربية معناها تعليم، بنسميها تضحية. ما هو معلش بقى مش مهم المسميات، يعني ممكن تكون احنا بنحليها شويه بنديها اسم يحليها، لكن هي حاجه بتعمل ضمور في العضلات النفسيه بتاعه الاطفال وبتحمل جامد على الاهالي، وده اللي بيخلي فيه مراحل بقى زي ما تكون العيال كبار وما بيساعدوش في البيت وخناقات طول الوقت وتوتر طول الوقت، طب ما هو ده ضرر واقع. لو انا ام برضو شايفه ان مهمتي الوحيده في الحياه محتاجه انها تكون فقط التربيه، دي هيضر بيا طبعا لانه انا انسان عنده حاجات تانية في الحياه مطلوبه منه، مش بس ان هو يربي اطفال. صحيح دي مهمه مقدسه جدا ولازم تاخد حقها، بس ممكن يكون انا هخلص دوري في مرحله معينه وبعد كده انا عندي حاجات تانية تتعمل، لكن انا يمكن هفضل بقى طول الوقت حتى بعد ما يتجوزوا انا هروح وراهم لانه انا متخيلة انه ما فيش حاجة تانية ممكن تتعمل في الحياة. فدعوتي في الحياة على المستوى الروحي او حتى المجتمع يعني ممكن تتعطل. فتربية الاولاد حاجة مهمة جدا، بس هي مهمة من ضمن المهام، مش المهمة الوحيدة اللي عليا تتعمل، فده ممكن يعطلني في حياتي وممكن يعطل طبعا برضو علاقتي بربنا لان انا مش فاضيه لاي حد غير عيالي يعني. فكل العلاقات ان حصلت فيها خطوره روحيه عليا، انا ممكن يكون في خطوره روحيه عليا، اصل يعني حته ان انا اللي اكون بقوم بكل المسؤوليات، على فكره لا يمكن وقت ولا صحه هيكفي طول العمر ان لاي حد يقدر يعمل كده يعني. هو اكيد مش طول العمر، بس في الفتره الاولانيه خليني أبقى عارفة المعلومة بتاعت إنه ده بيعطل نضجهم وبيعطل اعتمادهم على نفسهم وثقتهم بنفسهم، وأنا أختار كأم بقى يعني ده اختيار. طالما ابتدت تبقى في دراسات بتقول كده وابتدى ده يبقى معروف، يبقى أنا بختار أنا عايزة أكمل بنفس الطريقة اللي مريحاني أنا نفسيا، اللي بتخليني حاسة إن عيالي جنبي ومحتاجين لي فده بيرضيني نفسيا بطريقة ما، أو إن أنا عايزة أريحهم وخلاص، ولا أنا عايزة أبنيهم عشان أنا بقى أعدهم للمستقبل. يعني يقولوا إن التربية السليمة بتعد البنت إنها تكون زوجة وتعد الولد إن هو يكون من هم أطفال صغيرين، المشاركة في البيت وتحمل المسؤوليات والتفهم والمشاركة في القرارات كل ده حتى يقلل التحميل عليا، بدل ما انا كل حاجه انا اللي بفكر فيها. طب هم عندهم استعداد يشاركوا بس انا مش مدي فرصه لاي سبب بقى هيخصني انا، بس هو مش هيبقى بيخص قواعد التربيه السليمه ولا المحبه الحقيقيه الكتابيه بتاعه ربنا يسوع المسيح. لكن في الكتاب المقدس طبعا احنا بنشوف يعني هل في التدليل ده في نماذج في نماذج يعني الاخطاء التربيه، يعني نوسعها شويه لانه اخطاء التربيه ممكن تكون سيطره، ممكن تكون اهمال ان انا منشغل عن عيالي فانا مش متابعهم خالص، مش انفولفد خالص في الحياه، ده اكستريم تاني. للتدليل بقى واللي هو اللي انا اللي بعمل كل حاجه بنفسي، وده بيكون له يعني نتائج مدمره على العائلات باكملها احيانا لو حد بسبب التدليل ده هو اختار طريق منحرف مثلا، يعني ده ما بيعمش عليه هو لوحده، بتكون نتائجه على كل الأسرة. في الكتاب المقدس فيه نماذج كتير لأن الكتاب المقدس هي حريص إن هو يقدم لنا الإنسان بكل ضعفاته، فبنجد مثلا خلل واضح في تعامل داود النبي والملك مع أولاده، يبدو إن هو كان منشغل عنهم، ده يبدو كده، ما عندناش طبعا تفاصيل كتير عن طريقة تربيتهم وهم أطفال صغيرين، لكن اللي حدث بينهم وهم كبار هو برضو ما كانش له أي يعني عطاء فيه، يعني ما كانش له أي تدخل إيجابي في المشكلة اللي حصلت مثلا من أمنون ناحية أخته ثمار، وده أغضب أخوها أبشالوم جدا، ولم يذكر كتاب المقدس أنه داود قام بعتاب لأمنون أو تأديب ليه على هذا الخطأ في حق أخته يعني.
صحيح القصه دي لما حصلت هم كبار، هم مسؤولين عن حياتهم، او يعني دي نقطه دائما لازم نفكر فيها. ان انا كأب ليا دور، شفت غلط حصل بالظبط، يعني لانه دوري زي ما قلنا من شويه بيختلف من سن لسن. السن لما العيال بتدخل في سن الشباب خلاص بعد 18 سنه خلاص انا رايي استشاري، لانه انا انتهت فتره التاسيس من زمان، انتهت فتره الحوار علشان مثلا احجم التهور اللي ممكن يكون موجود والاندفاع عند بعض الاولاد في سن المراهقه، انتهى الدور اللي هو اساسي. دوري بعد كده انا استشاري، بس في نفس الوقت يعني مش هشوف خطا او ضرر جامد بيحصل وحاجات صعبه كده بين ولادي واقف اتفرج اقول انا ماليش دعوه، على الاقل ان انا اتدخل بالنصيحه. لكن ده بيزود بقى الحساسيه بينهم. ده بالتاكيد بالتاكيد. فطبعا ده هيكون دور سلبي جدا لو انا هقف اتفرج على مشكله جامده بين ولادي وهم كبار وانا مش بتدخل فيها بالنصيحه خالص باي صوره من الصور. وكانت نتيجه عدم تدخل داوود زي ما احنا عارفين القصه الكتابيه، انه فضل ابشالوم يخزن الغضب جواه، لم يحسن طبعا هو في طرق للتعامل مع الغضب، بس ده ما حصلش. هو قاعد يخزن جواه افكار تخص الغضب من امنون واضمر جوه قلبه انه يقتله، وقتله بعد سنتين. هو كمان كان متوقع ان ابوه يعمل حاجه وابوه ما عملش. جايز لو كان داود اتدخل كاب بالنصيحه وبالتاديب كان ما كناش هنوصل للنتيجه ديت. لكن واضح من طريقه التعامل مع الموقف بتاع داود ان هو كان زي ما بقول زي ربما منشغل او متباعد او في قدر من الاهمال في الرعايه لاولاده، لانه سلوك ابشالوم بالذات فضل في الاستهتار يزيد لانه ما فيش توقيف. ده اللي بنسميه التاديب. هو موت امنون، هو قتل امنون، وهو طبعا عمل ثوره على داوود نفسه وهرب، وداوود برضو ما خدش اي موقف، يعني ما خدش اي موقف، بالرغم ان احنا لما قتل داوود في ابشالوم في المعركه في الاخر هو كان قلبه حزين عليه جدا. اذا هو عنده حب شديد ليه، بس حب مش متزن، حب مش حازم، بدون حزم. هو ده كان حب ولا كان اهمال؟ حب بس ما فيهوش حزم، اذا هو اهمال. ما هو المطلوب الحب الحازم او المتزن اللي فيه تاديب، اللي فيه مسؤوليات بتاعت كل واحد يشيلها، دي ناحيه، وفي حاجات لابد انه يتقال عليها لا ده ما ينفعش، ما ينفعش النوع ده من السلوك. انا لا كاب او كأم لا اقبل ان ده يحصل. ففي حاجات مرفوضه، في يسجل عليها الاعتراض. طبعا لما ده بيبدا من سن مبكر بيحمي اولادنا بقى من ان هم يوصلوا لمراحل زي اللي وصلوا لها ابشالوم بالظبط كده. بيحمي جدا، لانه هو واضح انه ابشالوم ما سمعش كلمه لا دي، يعني هو كل حاجه بينفذ لدرجه انه يثور على ابوه. ما فيش، ولما ده حصل برضه ما يعني هو مات في المعركه، لكن ما بس هو داود كان بيحبه جامد يعني. بس ده حب مؤذي، بكى بكاء زي ما بيقول كده مر لما ابنه اتقتل في الحرب. لكن يعني كم الاذيه اللي حصلت لابشالوم يعني في تاثير طبعا للتربيه واضح فيها. هو ابشالوم فقد حياته، هو ده كده داود فقد اثنين من ولاده، امنون بالظبط وابشالوم بالظبط، بسبب عدم الحزم. وكان ده بيرد برضه على السؤال حضرتك اثرته من شويه، انه ربما يكون عدم وجود حب متزن في الاسره والتدليل الزياده وبيضر بالاهل مش بيضر بس، لانه حتى لو ما فقدتش الابن بالقتل زي ما حصل، لكن انا بفقد العلاقات الكويسه اللي ما بينهم واللي ما بيني ما بينهم. طيب ما الاتزان ده بيجي ما بين الاب والام، يعني ممكن الام بقى تكون هي مصدر للحب والاب هو مصدر للحزم. يعني العيال من بدري قوي بيلقطوا الحكايه دي هي وبيشتغلونا كده يعني. لكن الشيء الامثل هو برضو ده موروث اجتماعي اللي حضرتك بتقوليه ده، فمعظمنا يعني بيستخدمه في التربيه، انه حد يضرب وحد يلاقي، وانه عاده الام هي اللي تلاقي والاب هو اللي يضرب. لكن الافضل برضو الدارسين هم اللي اثبتوا كده، الافضل انه الاب والام يكون عندهم نفس الطريقه في التربيه، نفس وجهه النظر. يعني هو عارف ان اللي ماما قالت عليه لا بابا هيقول عليه لا، واللي بابا قال عليه لا ماما هتقول عليه. ما فيش ايه مواربه في عشان انا كمان يعني اطلع كطفل يعني فاهم ايه الصح وايه الغلط، ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. فان احنا دايما نبقى متفقين على طريقه تربيه واحده، وان في حاجات لا دي غلط ما تتعملش في البيت عندنا، لابد ان الاتفاق بيبقى اقوى، بيدي نتيجه احسن في تربيه الاطفال. ايوه بس يعني الفكره انه ساعات فعلا الولاد بيبقى نفسهم في حاجه قوي وطالعين رحله مش عارفه ايه،
وبابا بيفضل يقول لا لا، فساعات ماما تتدخل كده فالدنيا تتحل شويه ما بينها وما بين بابا، وبعدين يطلع القرار من بابا معلن هما الاثنين، لا معلن من ماما ومن بابا. ما هو معلش ما في غياب بابا لو في شغل لو في سفر ماما هي بتقوم بالدور الوالديه. ففي اختلاف وجهات نظر، بابا شايف انه ما يروحش المؤتمر، ماما شايفه انه هو يروح. طب نتفاهم احنا مع بعض الاول، بس هيطلع قرار يطلع قرار من في الاخر من القائد الاعلى يطلع من المنبر العائلي، يطلع قرار احنا متفقين عليه. هم ما عرفوش احنا اتناقشنا في ايه، بس دايما يبقى عارفين انه ماما وبابا رايهم واحد. يعني حتى لو في حد لجأ لبابا او لماما، طب كلمي بابا اقنعيه، طب هنشوف بس في الاخر هنتفق. طب هل في امثله تانية مثلا سلبيه وايجابيه في الكتاب المقدس بتبين بتوضح لنا بقى الفرق ما بين التدليل وما بين المحبه الصح؟ هو دايما المحبه، يعني محبه الله الاب اللي معلنه في الكتاب المقدس، هي دي طبعا اللي بتبين لنا قوي قوي المحبه المتزنه المفروض تكون ايه، اللي هي فيها حزم وفيها احترام للحريه وفيها ان كل واحد يتحمل مسؤوليته ومسؤوليه قراراته. يعني طبعا طول الكتاب المقدس بيعكس محبه ربنا دي شكلها ايه، لكن يمكن من اكتر الاجزاء في الكتاب المقدس اللي واضح فيها الحب المتزن ده شكله ايه، هو في المثل بتاع الابن الضال، الاب المحب اللي في الابن الضال قد كده محبته متزنه، قد كده محبته فيها حزم، قد كده فيها محبته فيها احترام للحريه والولد يتحمل المسؤوليه. ولما نكون احنا بقى خايفين ان احنا محتاجين ندلع عيالنا علشان ونعمل لهم كل اللي هم عايزينه علشان خاطر ما يسيبوناش وما يبعدوش عننا او نريحهم طول الوقت، فده يخليهم قريبين مننا. فهو الحقيقه الولد ده في الاخر رجع بحريته وبارادته بسبب ان هو ابوه كان بيقدم له المحبه اللي هي المتزنه الحازمه، اللي هي دي اللي خليته مرتبط بالبيت. مش هو ما سيطرش عليه وما قالوش ما انتش خارج وازاي تسيبني، ولا كان مريحه على الاخر وبيدلع فيه، وبالعكس هو كان واضح كان مختلف وجهات نظره معاه عشان كده سابه، انا عايز اروح اجرب الحياه بطريقه غير اللي انت بتتكلم على الابن الضال. على الابن الضال. بس الحقيقه انا حاسه انه ده صعب عليا قوي، انه لما اختلف مع ابني وابقى مثلا شايفه ضرر، الاب كان شايف انه الولد هيتبهدل بالظبط، والولد فعلا اتبهدل وما كانش ضامن انه حتى هيرجع. فانا حاسه انه هيبقى صعب قوي انه ابقى عارفه انه ماشي في السكه دي وانه هيتاذي وانه هيتمرمط وانه هيتبهدل ومانيش ضامنه انه ممكن يرجع ولا لا واسيبه يعمل كده. يعني العكس برضو مش هيضمن اي حاجه. هل نعرف عن قصه اي حد حاول انه هو يتحكم في سلوك دار عند حد من عياله ونجح؟ يعني على الاقل هيكون نلت شرف المحاوله على الاقل، او يعني هو اكيد حاول، اكيد الاب حاول. هكون حاولت ازاي؟ ان انا بقول رايي. طبعا احنا بنتكلم عن ابن في السن ده، في سن كبير يمتلك حريته ويمتلك حياته، واختلف وجهه نظره معايا في اي شيء، مش لازم يكون بالدرجه بتاعت ان انا هسيب البيت وامشي واروح في سكه صعبه، بس اختلف وجهه النظر. هوافق ان انا اديله حريته واقول له خلاص ده قرارك وانت مسؤول عنه وانا قلت لك رايي، لكن في كل الاحوال انا معاك، مش ضدك، بس في نتائج لقرارك مثلا ربما هتتحملها. انا دلوقتي ابني كبر شويه وبقى قراره معاه، واتعرض عليه شغلانتين، شغلانه هيسافر فيها ويبعد، وانا شايفه ان الشغلانه دي فيها مخاطر، هيسيب الكنيسه، هيسيب الخدمه، هيبعد، معرفش هيرجع امتى، معرفش هيتعلم ايه، وشغلانه تانية موجوده هنا في مصر، هيبقى موجود في البيت، هيبقى مرتاح اكتر، هيبقى قريب من الكنيسه. انا شايفه مخاطر، وشايفه انه ابني ميال قوي للشغل، انه في السفر هسيبه ياخد قراره ويسافر وممكن يبعد عن الكنيسه وممكن تحصل له مخاطر، ولا هقول له لا مفيش سفر وخليك هنا معانا وفي شغل، مش مفيش شغل. هو هيبعد عن الكنيسه ولا هيبعد عنك؟ هيبعد عن الاثنين. خلينا محددين يعني شويه. هيبعد عن الاثنين طبعا. اوكي. ده بتقول الكنيسه بس انا متاكد اللي هي. طب حضرتك اتناقشتي معاه، ما هو شاب في السن ده لابد من المناقشه، لابد احترم وجهه نظره، يقول لي وجهه نظره وانا اقول له وجهه نظري، يمكن يعني الحاجات اللي انا شايفاها وهو مش شايفها ممكن انها تخليه يغير رايه. فهل حصل مناقشه معاه؟ يعني هي بتحصل مناقشات معاهم، لكن لما بتبقى الفكره مسيطره
كل حاجة بتذللها يعني. طب هنبعد؟ لأ، ما هو ربنا موجود في كل حتة. أوكي. طب مش عارفة، مش هترتاح؟ طب معلش ما فيش مشكلة. طب يعني الفكرة لما بتسيطر على دماغهم بيلاقوا حلول لكل الحاجات اللي انت بتقولها، وانه لازم ياخد فرصة انه يجرب الحياة زي ما هو عايز يعيشها، كأنه كده هو عايز يروح وياخد خبرة السفر دي. تمام. ده حقه. ايوة ده حقه، لكن مع كامل احترامي لمشاعر اي ام، بس هو محتاج يعيش الحياة اللي خلق ان هو يعيشها واللي هو عايز يجربها. ولو حصل يعني نتائج سلبية للاختيار ده، هو هيتعلم منها. هو راضي بده، يعني هو راضي بان هو يتعلم من نتيجة الاختيار. ليه؟ عشان انا اتناقشت معاه. مش مقدر. ماشي، مش هيقدر غير لما يحصل ايه؟ غير لما يجرب. يعني طب ما ياخد خبرة مني. ما الانسان مش مخلوق كده، مخلوق يتعلم بس لما يجرب. يعني احنا لينا طبعا لما بنتكلم عن ان احنا نفهم المحبة الصح ازاي، ونشوف المحبة الحازمة او المتزنة دي بيكون شكلها ايه، وبنقول ان احنا نتعلمها من ربنا، وبنتعلمها من اعلان الله عن نفسه في الكتاب المقدس، وبنتعلمها من شخص يسوع المسيح. طب وهو كان 12 سنة وراح غاب في الهيكل وثلاث ايام، ومشاعر مامته كانت عاملة ايه؟ أكيد كانت محروضة جدا جدا، وده اعلن عنه في الكتاب بالظبط. قالت له ايه؟ لكن هو رد قال ايه؟ لازم اكون ايه؟ في ملي أبي. لازم اكون في ربي الولد في طريقه. هي دي عايده على الولد. فانا بربي ابني وبقدم له كل حب وكل تضحيه وكل رعايه وكل نصح وكل احتواء وكل شيء، بس في الطريق اللي خلق ان ايه؟ ان يكونه. وده وفي القرارات اللي هو عايز يعملها والطريقه اللي عايز يعيش حياته بيها. فيسوع المسيح في سن 12 سنه ما تراجعش عن، وهو العالم بقى بكل الامور، يعني هو كان عارف مسبقا انها هتتضايق، ولكن يعني بغض النظر عن النقطه دي، خلينا نقول يسوع الانسان ان هو مثلا الابن اللي حضرتك بتحكي عنه ده، هو عارف ان مامته هتتالم، بس لابد ان يكون فيما لابيه، يعني في الطريق اللي ربنا خلقه فيه، بالاشتياقات اللي على قلبه، بالخبرات اللي عايز ياخدها، بالشغل اللي عايز يشتغله، باي حاجه. والحقيقة الجزء ده في الكتاب المقدس ختم بأنه رب يسوع المسيح روح معاهم وكان خاضعا لهما. يعني إذن الخضوع للأهل واحترام مشاعر الأهل مش ضد أنه أنا أعيش الحياة بالطريقة اللي أنا عايزها أو اللي أنا شايفها أو اللي دعيت ليها. وده كان من سن، ده كان في سن أصغر بكتير من الشاب اللي حضرتك بتحكي عنه. لانه في سن 12 سنه خلاص ابتدى انا مين ده يتضح لاي انسان فينا، وده بيبقى صراعنا طبعا وقت المراهقه وكده. فانا عارف ان انا لازم اعمل اللي انا بعمله ده، فانا هعمله. طب ومشاعر ماما؟ هنقول بقى ان هو ما كانش عنده تقدير لمشاعر العذراء؟ طبعا لا، لكن هي دي يعني سمات مجتمع. يعني احنا هنا الولد والبنت قاعدين معانا لغايه لما يتجوزوا، بره ممكن ما يبقوش قاعدين. تمام. ف يعني بره الغرب سابقنا في التقدم في الدراسات النفسيه والتربويه، فاحنا بتوصل لنا الحاجات اكيد متاخر عنهم شويه. فشكل الحياه اللي هم عايشينه لو هو مبني على دراسات صحيحه، بصراحه محتاجين الى حد ما نتمثل بيهم مع صعوبه الممارسات الاجتماعيه اللي عندنا. فاحنا مش هنخلي عيالنا يسيبونا، ويمكن ربما الظروف الاقتصاديه مش هتساعد ان العيال تعمل زي، لكن لما يعوز يستقل بقراراته اديله فرصه. يعني ينفع يفضل عايش معايا في نفس البيت لكن مستقل؟ الاستقلال ليس الانعزال، ليس الانفصال، ليس العداوة، دي كلمة مختلفة. خلينا يعني لو أنا عايز أتكلم عن حاجتين، عن التدليل أو المحبة اللي هي مش مظبوطة، بنسميها محبة مثلا مؤذية أو بشرية فاسدة أو كده، والمحبة الحقيقية أو المحبة اللي من السماء. كل حاجة بيبقى ليها شكل وبيبقى ليها مظاهر وبيبقى ليها سلوك. لو ابتدينا في الاول عن المحبه اللي بتفسد دي، او المحبه او التدليل، اوكي، اكيد له شكل وله مظاهر. ايه المظاهر علشان الساده المشاهدين برضو يبقوا لو حد وقع في حاجه من دول يبقى عارف هو وقع فيها؟ تمام. في حاجه منهم احنا قلناها بامثله كتير، دي اول حاجه، انه بيعتبر نوع من التدليل للطفل والافساد فعلا ليه، لو انا مش بساعده ان هو يتحمل مسؤوليات مبكرا جدا في حياته، واسيبه يتحمل مسؤوليات علشان هو كده كده يتعلم يعيش الحياه لوحده ويقدر يواجه الفشل وكل الحاجات اللي احنا قلناها، عن طريق ان انا بعمل له الحاجه ده اهي، او انا بساعده
لا انا بسيبه يتحمل مسؤوليات معينه. لا انا بتكلم على الغلط ان انا بساعده بزياده. اه بالظبط. آه. بعمل له كل حاجه ومش عارف المعلومه اللي بتقول انه من بدايه من سن 3 سنين انا ممكن اخليه يقدر يعمل حاجات صغيره وبالتدريج تزيد ويصدق في نفسه، ولما يدخل المدرسه ولا يقابل اي تحدي في حياته ينفع ان انا اعلمه يعمل ايه احسن ما انا اللي افضل اعمل له كل حاجه. ان انا اعلم العيال التحمل المسؤوليه هي دي المحبه الكويسه، والمحبه المفسده اللي هي انا بعمل لهم كل حاجه تحت شعارات كتير فعلا منتشره في مجتمعنا قوي، انا ما انا كده كده هسيبهم في يوم من الايام، طب انا اريحهم على قد ما اقدر، ده احد الشعارات اللي انا برضو سمعتها كتير في الحياه، او ما دام انا قادره ومش تعبانه او انا مبسوطه وانا بعمل لهم كل حاجه، بس ده مش مفيد ليهم. فدي حاجة. الحاجة التانية اللي بتبقى بتندرج تحت التدليل طبعا بوضوح شديد حكاية تلبية الرغبات بتاعتهم كلها، ان كل اللي هم عايزينه أنا أعمله لهم. طبعا التحدي بيبقى أصعب لما بيكون في يعني أموال كثيرة عند الأب والأم، فبيبقوا بيغدقوا مثلا المال بالذات، بيبقى صعب قوي إن هو يدي مثلا مصروف معتدل، ما يديش فلوس كتير، ما يديلوش مثلا عربيته يسوقها وهو لسه ما مش في السن بتاع ان هو يطلع رخصة ويقول لا أنا ما كل الخير اللي عندي عايز عيالي يتمتعوا بيه. دي حياة بيسموها ما فيهاش حدود، ما فيهاش حاجة يتقال عليها لا، كله متاح. أنا بسميها عطاء. لا، العطاء برضو لازم يكون متزن. لو احنا بنتكلم على العطاء الحقيقي والعطاء الكتابي والعطاء الصح نفسيا وعلميا يبقى لازم يكون متزن. فمتزن دي يعني في حاجات لا، في حدود. فمش عشان أنا معايا فلوس مثلا هدي مبلغ رهيب لطفل مراهق، بالذات بقى لو سمات شخصيته تميل للتهور، او لو انا عندي اخفاقات في المراحل اللي قبل كده في تربيته، فطبعا انا هساعده ان هو يتفتح على حاجات ممكن تكون مضره بالنسبه له. فكره انه في قيم بتقع منه بقى في السكه وانا بعمل كده، ان هو اقتناء المال ده مثلا ما هو مش لازم يجتهد ومش لازم يشتغل. بنشوف نماذج كتيره جدا 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 على التدليل الزائد في الحته دي، وحته انه انا كل حاجه ابني عايزها تتعمل او مفيش حاجه تضايقه بتوصل لدرجه حاجات كتير بنسمعها، لدرجه انه لا لو في امتحان يا ما كانت قبل كورونا بقى كان نسمع عن الاهالي اللي واقفين بره بيغششوا العيال في اللجان وبيبتدعوا لهم ونشتري لك الامتحان. كم حد هيربي بقى بيربي عياله مثلا انك لا لازم تذاكر عشان انت لازم تتعلم المعلومه، هي مش فكره انك تنجح، وبنفترض بنفتكر انها ميزه ان انا بعفي ابني من التعب. بس انا ببقى خايف ان هو لو ما نجحش هيتاخر سنه هيتبهدل. حلو، بس مسؤوليه نجاحه مثلا والمذاكره دي يعني المذاكره وبما يعقبها من نجاح، وبالتالي ان انا اطلع من مرحله لمرحله، دي بتاعتي ولا بتاعت ابني؟ بتاعته هو. يبقى محتاج هو اللي يتحمل مسؤوليتها، يبقى محتاج هو يبقى عارف لو ان السنه دي هو اللي يبقى قلقان على ان السنه دي تتخصم من عمره هو. بس صغير ما عندوش بقى، بنتصور انه صغير، انا اللي ببقى ما كبرتوش كفايه ان هو يتحمل المسؤوليه. يعني الكامله يعني من الاول انا اللي دايما شايله كل حاجه، بعمل له الواجب زي الحاله اللي حضرتك قلتي عليها في الاول. فهو انا بزعل على ان هو جاب نمره مش كويسه، او انا هزعل على ان هو يعني اتاخر سنه اكتر ما هو شخصيا هيزعل. ايوه، ما هو لانه انا ببقى حاسه انه هو في سن مش مقدر فيه السنه. لا، انا عشان شايله عنه الحاجه اللي المفروض هو يشيلها، لكن هو محتاج هو انا اغرس فيه ده، اقول له دلوقتي الامتحان ده هو لو انت ما ذاكرتش مش هتنجح، فلو انت مش هتنجح على فكره اصحابك هيسبقوك وانت هتفضل في السنه دي. فرضنا بقى ان هو رد عليا وقال لي مش مهم انا عايز كده، خلاص براحتك انا قلت لك على السكه. طبعا برضو الكلام ده حسب المرحله، لكن في المرحله الصغيره اللي هي ابتدائي صغير مثلا انا ببقى بمشي بقى بطريقه التاديب هنا، وانه حاجات بيتقال عليها لا، زي ما انا يعني كل اللي احنا قلناه ده كان تحت عنوان انه التدليل بيبقى ان انا ما بقولوش لا على حاجه. فبينفع في السن ده ان احنا متفقين ان احنا هنذاكر، طيب انا هاخد بريك قد ايه، او هتفرج على كرتون قد ايه، او امسك الايباد قد ايه، احنا متفقين نص ساعه وبعد كده احنا هنبتدي ان احنا نذاكر. فخلصت النص ساعه فلا انا ما نفسيش خالص ان انا اذاكر. تمام. الطريقه بقى المتزنه في التعامل الحب اللي هو فيه حزم مش واللي ما فيهوش سيطره وعنف، ما هو الحزم مش عنف. والحب مش تساهل،
فاحنا بناخد حته في النص كده. الحب مش تساهل ولا دلع، تساهل، والحزم مش عنف ولا سيطره. تساهل يعني هنعمل ايه؟ لكن في حزم، في اتفاق، احنا اتفقناه، فاحنا اتفقنا انك هتخلص الكرتون وانت وهنذاكر بعد كده، فاحنا لازم نعمل معنا. انا عارفه يا حبيبي ان المذاكره صعبه ومتعبه، وعلى فكره انا كنت بزهق منها برضو، بس احنا هنذاكر. ايوه، ما هو بقى يعني بتطلع، طب اشرب، طب جعان، لما نذاكر. ما احنا في اتفاق، وانا كل اللي مطلوب مني ايه عشان يكون عندي حزم؟ الاصرار على الاتفاق، بس ايه؟ بلطف وبتفهم ان هو زهقان وخلاص، حقه يبقى زهقان، ما قلناش حاجه طبعا. يعني هيتقارن ما بين الفيلم الكرتون ولا المذاكره؟ الفيلم الكرتون طبعا. فانا حاسه بيك، يعني انا حاسه بيك، انا مقدره ان ده ممل جدا جدا، انما احنا هنعمل. انما احنا كنا متفقين اتفاق، فيلا عشان نعمله. فعايزه صبر من لكن انا الاسهل لي ايه بقى؟ يعني اما اكون عنيف جدا، وعايزه ان انا ابتدي من بدري، او ان انا ايه، اتساهل، اللي هو طبعا، او اتساهل واقول ايه، مش مهم بقى، انا خلاص اعمل اللي انت عايزه، وهزعق برضو يعني. فالحب الحازم عايز جهد وعايز اجتهاد وعايز تركيز، فانه من ناحيه انه في اتفاق بنتفق فيه فلازم يكمل. وحته بقى ان انا ابقى مش كل طلبات عيالي مجابه، دي نقطه مهمه جدا. ساعات لما بيولد في الاسره طفل يكون مريض بمرض ما، مرض وراثي مثلا، سكر مبكر، اي حاجه من او اصابه حصلت في حادثه او كده، احيانا حبنا ليه برضو لو اخد شكل غلط برضو هياخد نفس الشكل اللي هو خايف عليه. عشان ده مش عشان خايف عليه، عشان صعبان عليا، بس هو عيان. هو بقى ايه الرساله اللي هيستقبلها عن نفسه؟ هيفهم عن نفسه ايه؟ ان انا حد طول الوقت لازم الناس تطف عليا وتطبطب عليا، وانا ما اعرفش اعمل حاجه على فكره، وانا لابد كده يعني طول الوقت ايه، يحتووني ويحتملوني، واللي انا اقوله يتعمل عشان انا غلبان. طب اعمل ايه في حاله زي دي؟ مش حقيقه اي شخص، بدليل ان احنا بنشوف ياما ناس عندها تحديات، متحدي الاعاقه يعني، وبتنبغ بشكل رهيب وبتتحدى الاعاقه بتاعتها، والانسان مليان مواهب وامكانيات. فلو انا بقى هختار ان انا اقعد اطبطب على طفل ربما يكون عنده اي شيء من العجز اصيب بيه، وكده انا بقنعه وبديه، بصدر له صوره عن نفسه ان هو غلبان وضعيف، طبعا هيفشل في الحياه، مش هيحقق نفس اللي حققه غيره على، فده طبعا دي محبه مفسده بكل المقاييس. وزي ما قلت في اول الحلقه برضو، انه البنت او الولد اللي هو بيتربى في بيت كل طلباته مجابه، ما حدش ابدا بيقول له لا، هو كمان ما بيعرفش يقول لا الحاجه لما يكبر. مش بس بيكون شخص متعب للي حواليه لانه مش بيقبل لا ابدا، فمش بقبل ان اصحابي مش موافقين على المشوار اللي انا عايزه اروحه، ولا بقبل ان مراتي او جوزي ما يلبيش طلباتي، ما انا ما اتعلمتش ولا اتعودت يعني ايه لا. بالعكس، وهم بيطوعوني على كل حاجه طول الوقت، بيصدروا لي صوره يا اما انت تستاهل العطف، انك ما تعرفش تعمل حاجه، فاكيد انا لو هكون شريك حياه مش هكون مفرح ابدا للشريك حياتي، وانا عاجز تماما ان انا اشاركه الحياه، او انه انا حد لا، انا لازم ما يترفضليش طلب، يعني ما ينفعش يترفض لي طلب، هكون صديق مزعج وشريك حياه مزعج وفي شغلي مزعج جدا للكل. وفي نفس الوقت انا مش هعرف بقى اقول لا، انا بتعلم لما بيقولوا لي لا، انا بتعلم ان في حاجات ينفع اقول عليها لا. طب هاجي في مرحله زي مرحله المراهقه بكل بقى التحديات الموجوده في زماننا، طب ما انا مش هقول لا برضه. وانا دي نقطه صعبه، أنا بعمل جدا جدا دي نقطه، لان صعبة. انا ببقى يعني خايف برضو على العلاقه اللي بيننا، انا عايز دايما العلاقه اللي بيننا تبقى كويس، فانا لو شديت او عملت حاجه جامده ممكن العلاقه تتقطع. نفسي حضرتك بقى تسمع معايا جمل بسمعها في اوضه المشوره، من انه كان نفسي حد يقول لي لا، ما كنتش وصلت للي انا وصلت له دلوقتي. لما تكون شاب او شاب في سكك صعبه وفي علاقات مدمره جدا، وقدرت تميز ان هي وصلت لكل اللي هي وصلت ليه لانه ما حدش علمها ازاي تقول لا، لانه طول الوقت هي متخيله ان انا لما زي ما هي ما بتقلهاش لا عشان احنا بنحبك، فانت ما تقوليش لا لحد طالما عندك محبه. طب والحد ده هياخد مني ايه؟ مش كلنا بنعرف نفكر ساعتها. تمام. لا يعني دي نقطه تخلي الواحد يبتدي يرجع، لانه أوكي. الواحد فعلا اوقات كتير بيبقى يعني حابب ان ولاده يبقوا مبسوطين، حابب انه ولاده ما يزعلوش، حابب انه يبقى ام في عينيهم او اب في عينيهم، قدم لهم كل اللي هو يقدر عليه،
بالظبط. بس لغايه النقطه دي لا، والواحد يرجع يفكر. بالظبط، الحكمه مطلوبه في كل شيء. يعني في حاجات ينفع اقدر اجيبها لعيالي بس مش مناسب ان انا اجيبها لهم، يعني زي المثل اللي قلته من شويه، وحتى يعني كان مثل اخذ وقت كده في الفضائيات عندنا والسوشيال ميديا. يعني مش عشان انا عندي عربيات وابني عنده استعداد يتعلم سواقه اسيبه وهو عايز يسوق وهو عنده 12 سنه ولا 14 سنه، اسيبه يسوق ويعمل مشاكل. يعني الحكمه مطلوبه. تمام. طيب الخوف عليهم هل له برضو ضوابط؟ الخوف ده حاجة أنا بحتاج إن أنا يعني أتعلم وأتدرب إن أنا أتعامل بيها أنا مع نفسي كأم أو كأب. لو خوفي دون هيعطل عيالي، هيخليهم مش فرحانين لأنه بيأيدهم، يعني بحتاج أنا أرجع نفسي كده. يعني هناخد العذراء أمنا مثالنا في كده، هي عملت كده لما قال لها كان لازم أكون في ملابي، هي تعاملت مع حزنها ومع خضتها وكل حاجة، حتى وهو على الصليب العالم يفرح لقبوله، قال خلاص انا احشائي تلتهب انا هتحمل ده. لان انت لازم تكمل الدور بتاعك في الحياه. يعني بتهيألي دي حاجه صعبه قوي على اي ام، بس بتهيألي دي كانت امنا العذراء يعني. أوكي. ناخد منها الفكره، لكن يمكن مش هنقدر نعمل زيها، بس ناخد الفكره فنعملها على قدنا مش على قدها هي. أيوة. يعني قامتها هي الروحيه اعلى من اي حد، لكن هنعمل على قدنا، ناخد المفهوم يعني. فهي بتتعامل هي مع مشاعرها، لكن مش هينفع اعطل ابني عن حياته ولا اقيد حريته علشان خاطر انا ما اكونش خايفه وانا اكون مبسوطه ان هو جنبي. طب ما ده ظلم. طيب لو حمايتي بقى ليهم، حمايتي ليهم حدودها ايه؟ او ان انا ادافع عنهم، ان انا حدودها ايه ما بين التدليل والمحبه الصح؟ يعني في اهل طبعا يحبوا يدافعوا عن عيالهم وهم غلط وخلاص، يعني دافع عن عياله وخلاص. في فرق ما بين ان انا احميهم من الهجوم عليهم، بس لو في خطأ عليه بيني ما بينه انا بصلحه. بيني وما بينه، مش بيني وبين الناس يعني. مش قدام الناس يعني. انا مطلوب ان انا ما احرجوش طبعا اكيد قدام الناس، ويحس قدام الناس بالذات كل ما بيكون طبعا صغير في السن يحس ان هو ليه ظهر وليه حمايه وانا وقفت معاك، بس انا كنت عارف ان انت كنت غلطان في الموقف ده، بس تعالى نتعلم ما نعملش حاجه زي كده مثلا تاني. فدي بس يعني طبعا المواقف بتختلف. ما وجهوش ان هو يعتذر لو هو غلطان؟ حسب الموقف يعني، حسب الموقف نفسه اكيد لو ده متاح. بس ايه يعني زي ما بقول حسب الموقف، في مواقف انا هوجهه ان هو يعتذر، بس يمكن مش في نفس الموقف، يمكن بعدين. يعني انا مهم ان انا ما اكسرش نفسيته يعني، أو يعني ما اكسروش هو، ما اكسرش احساسه بالقيمه والتقدير، ويحس انه انا معاه وهحميه. بس مش يعني ايه، اولا مش هدفع انا ثمن الخطا، يعني لو في اعتذار لازم يتعمل يبقى انا هروح معاك وهبقى واقف جنبك وانت بتعتذر، بس انت اللي لازم تعتذر. طبعا دي حاجه تبني الشخصيه قدام احسن بكتير قوي قوي من ان انا لا انت ما ولا غلطان ولا حاجه ولا يهمك، واللي عايز يزعل يزعل. طبعا دي طريقه ما تبنيش شخصيه سليمه، دي اكيد من تبع المحبه الفاسده يعني. طب يعني اعمل معاه ايه يعني؟ اعالج المشكله اللي عملها ازاي؟ هو عمل مشكله دلوقتي. اوكي. انا عايز اتخانق مع صاحبه في قلب المدرسه وضربوا بعض. انا عايز اعالج المشكله. وهو اللي غلطان. وهو اللي غلطان. يبقى هروح معاه انه يعتذر ويراضي صاحبه. ما هو احنا قلنا هنقول انت غلطان بيني وبينه بقى، مش لازم قدام الناس. هو لازم يتعلم يكون علاقات صح، يتعلم يدفع ثمن خطأه. ده جزء من التأديب اللي انا دوري ان انا اعمله له. يعني المحبة الفاسدة في ابسط وصف ليها ان انا بعفي ابني او بنتي من نتائج اختياراتهم او افعالهم، ده مضر ليهم جدا 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 على المدى البعيد. ودي من الحاجات اللي واضحة قوي في طريقة معاملة الله معنا، في زرع وفي حصاد. مش عقوبة. إيه؟ مش عقوبة يعني، العقوبة دي في اليوم الأخير ده موضوع تاني، لكن في عاقبة، في حصاد. نتائج مترتبة على الأفعال لابد يحصدها الشخص. يعني الاختيار الابن الأصغر هو اتبهدل. البيت مفتوح وحضن الأب مفتوح والتنبيه اتقال والنصيحة اتقالت، وطول العمر هو عايش مع أب بيقدم محبة من نوع خاص، هو فاهم وعارف. اختار حاجة معينة، نخلي يعني ناخد بالنا من القصة إنه هو ما بعتلوش أكل في الكرة البعيدة. يعني هو ما كانش عارف هو فين أساسا. يعني ما نعرفش، هو غالبا كان برضو ممكن إنه يوصله خبر
بتاع حاجه زي كده، لكن هو الابن اللي قام على حيله، هو ما عليكش اي نتائج من الاختيار اللي صنعه الابن. هو لما رجع ابتدى يعالج. بالظبط، لانه لابد ما فيش محبه هتبقى من غير حريه، هنبقى واهمين. لابد المحبه تكون مرتبطه بالحريه، تتم على الاختيار مش على الغصبانيه. لا، وضح لنا اكتر موضوع المحبه اللي فيها حريه. يعني من ضمن الاسباب اللي او يعني من ضمن المواقف اللي بتبين لنا نوع حب ربنا لينا ايه، انه مبني على احترام حريتنا، لان احنا محتاجين نختار نحب نعيش معاه، مش نغصب على ان احنا نعيش معاه علشان هو عنده الامان وعشان هو عنده الـ 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 الخير لينا. محتاجين نختار ده، فده اللي حصل مع الابن الضال. هو اختار يبعد واختار يرجع. فالمحبة ما تجيش بالقهر، يعني تيجي دائما بالاختيار. فحتى لو أنا عايزة عيالي ما يبعدوش عني ويفضلوا جنبي ونتمتع بالمحبة، ده محتاجين هما يختاروه مش يتغصبوا عليه. فلو حبوا يبعدوا فترة أو أنا لازم بقى هتعامل مع مخاوفي، هتعامل مع مخاوفي، مع اشتياقي ليهم، مع كل شيء، وحاسبهم. أوكي، وهديهم الفرصة، وده على فكرة اللي ممكن يرجعهم تاني، لأن هما كده امتلكوا حريتهم. فكل ما يحسوا ان هم ينفع يبعدوا ويرجعوا هيرجعوا لي. لما يحسوا انه رايي بالنسبه لهم انا موافقه ان هو يكون استشاري، فلو عملوا عكسه انا مش هزعل، هيرجعوا ياخدوا رايي. لكن لو انا بزعل، لا خلاص احنا لا بناخد رايها او رايه وما بنعملوش، بيرجعوا يزعلوا واحنا مش عايزين نزعلهم فهيبعدوا. فكل ما انا بديهم مساحه حريه اكتر، كل ما تبقى ماشي مع المحبه المتزنه واللي هي بعيده خالص عن اي افساد للاولاد. يعني طب خلينا نتكلم بقى عن المحبه اللي من السماء دهيت، او المحبه الصحيحه، او المحبه اللي من عند ربنا دي. هتعمل ايه في اولادنا وهتبني اولادنا ازاي، سواء روحيا او نفسيا او اجتماعيا، لما هم يبتدوا يعني يتعاملوا مع ربنا لما اديهم النوع ده من المحبه؟ لا، هتفرق جدا معاهم طبعا، هتفرق جدا. لا يعني عايز اعرف روحيا ونفسيا واجتماعيا. هم روحيا هيرتاحوا مع ربنا قوي، لانه هم لما يلاقوني انا بعكس محبه ربنا ليهم، بديهم الحريه، وان هم قدامه اختيارات كتير. وهو ربنا لما بيدينا حريه وبيدينا اختيارات، لكن في وعود هي ثابته، يعني هو معانا في اي اختيار احنا بنختاره. فانا معكم كل الايام دي ثابته. فلما يلاقوني انا بتعامل بنفس الطريقه، فانا معاك يا ابني وبديلك دعم في الاختيار اللي انت بتختاره، ولكن برضو بعمل زي ربنا علشان شخصيته تبقى اقوى وتبقى احسن، فيعرف يختار اختيارات احسن. بسيبه مثلا حكايه الزرع والحصاد اللي احنا قلنا عليها. يعني لو ابني مثلا هيدخل في مشروع وقال لي انا عايز مبلغ من الفلوس عشان خاطر ابتدي المشروع ده، ودي قصه فعلا انا كنت دخلت فيها، يعني مش شخصيا بس كانت حكيت لي من صديقه ليا، يعني وهي درست معايا المشروع ده وشافت انه لا انت مش دارس الموضوع ده كويس، والمبلغ ده غالبا انت مش هتعرف ان انت ايه ترجعه لي. قال لها بس اديني فرصه. فقالت له طب خلاص انا هديك فرصه، بس خلينا نتفق المبلغ ده لو ضاع انا مش هقدر اديك بداله. طبعا يعني حتى لو معاها، ده اختيارها الشخصي. ما فيش ارغام. اتفقنا؟ قال خلاص اتفقنا. اوكي. فطيب صعب عليا بقى، حصل انه خسر ومحتاس وهيضطر ياخد قرض وده مش عارف ايه الصح بقى ان انا اعمله؟ لا، عشان يتعلم يدرس الامور كويس فيما بعد، مش يتعلم يسمع كلام، يتعلم يدرس الامور كويس فيما بعد. هو محتاج يتعب شويه عشان يجيب فلوس، يشارك بقى حد، ياخد قرض، محتاج يتعب شويه عشان يفكر احسن بعد كده. يمكن يكون هو استسهل لانه ايه، دي ماما او ده بابا، مش مشكله يعني لو الفلوس ضاعت. اسيبه يتحمل نتائج الاختيار. بس يعني لحدود برضو، يعني مثلا لو ترتب على انه خساره الفلوس دي هتعرضه مثلا لحاجات قانونيه او قضائيه، تقي لازم انا هخش. ده اختيارك بقى برضو. يعني احنا بنتكلم في العموم، مش بنتكلم بتفاصيل، لكن بينفع نتفق معاهم على كل حاجه. وبينفع ان انا ما دام حطيت فلوس انا لازم ابقى برضو واخده بالي، هو هيبقى فيه مساءله قانونيه ولا يعني حته ايه، ما فلوسي هي فلوسك. لا. انا برضو محتاجه ما دام دخلت معاه بفلوس ابقى دارسه الموضوع كويس. ده برضو داخل في المحبه المتزنه بالتاكيد. فلما انا بحب ابني او بنتي روحيا بقى بقرب له صوره ربنا، وبالتالي ما بتحصلش بقى المشاحنات والشكايه على ربنا انه ربنا ما بيسمعش الصلاه ليه،
وحته انه ما انا اهلي بيلبوا لي كل طلباتي، ليه ربنا مش بيلبي كل طلباتي؟ دي حاجه لانه اكثر حكمه من الاهل. لانه اكثر حب من الاهل. ممكن يقع كده في ربنا اكثر حب، طبعا حبه حقيقي اكتر، لانه هو لو عارف ان في حاجه ما فيهاش مصلحتي مش ممكن عشان انا بزن عليه هيوافق عليها. ربنا مش هيعمل كده، مش هيعمل كده ابدا. فانه بقى اللي اكثر حب ليه؟ ما دي كده ممكن تعمل بقى انه يقع مع، يعني يقع مع ربنا. بالظبط بالظبط. عشان كده فعلا احنا لما قلنا في وسط الحلقه انه يعني انا يعني الاهل حقيقي عليهم مسؤوليه كبيره، فانه هل العلاقه مع الله كده هي فعلا واخده شكل صح؟ هل هم فاهمين حب ربنا صح؟ ولا بسبب المعاملات اللي هي ما فيهاش حكمه وما فيهاش حزم كفايه وما فيهاش يعني القواعد بتاعه المحبه المتزنه، هم بالتالي حاسين ان ربنا بقى ده قاسي، اذا كان ربنا اللي بيقدر يعمل كل حاجه مش بيتجاوب ومش بيستجيب. كده انا حاجات كتير في التربيه على فكره، فكره المكافاه مثلا على كل حاجه صح بيعملوها، كانه انا برضو ببقى مستني من ربنا المكافاه، ولو ما ادانيش المكافاه يبقى انت زعلان مني. لا، هو في توازنات كتيرة جدا جدا في أمور الحياة أكبر من معادلات صغيرة ممكن تكون اتخزنت كده جوايا من وأنا طفل صغير. أنا محتاجة أن أنا من الوقت للتاني أقعد قدام ربنا بقى وأحط الحاجات دي قدامه وأخد منه أنه ده في مصلحة ابني ولا لا، لأنه أنا أكيد برضو نظرتي قصيرة فممكن أبقى مش عارفة مصلحته قوي. بالظبط. فبتهيألي ان انا كده كلام حضرتك بيقول انه لازم يبقى عليا ان انا اشتغل على نفسي واني اقعد قدام ربنا واني اشوف من عينين ربنا ايه اللي في مصلحته، مش كده؟ ده من ناحيه، ومن ناحيه تانية اقول له اديني قلبك، يعني الوالديه الكامله عندك، الابوه والامومه انت مصدرها، فانا عايز احب بنفس نوع الحب اللي انت بتحب بيه. وعلى فكرة علاقتي بربنا برضو بتساعدني في المواقف، حكاية بقى ان انا اتغلب على خوفي واتغلب على احباطي وكل الحاجات دي. لو انا منعت ابني مثلا انه يطلع رحلة معينة عشان وهو في سن مراهقة، وهو عشان احنا كنا اتفقنا على اتفاق معين اي حاجة، وانا صعبان عليا انه ابني متضايق انه مش طالع، ما انا هفرغ ده مع مين؟ فاقول يا رب ساعدني اثبت على قرار صعب على قلبي كأم جدا ان انا اشوفه حزين، بس هو لمصلحته، زي انه يعيد سنه، زي انه يخسر حاجه كان نفسه فيها، اي شيء من الاشياء شفت من الحكمه ان انا امنعها عنه وده مسبب له حزن، فانا بقول له يا رب شددني، شددني بالابوه الصريحه اللي عندك والامومه الصريحه اللي عندك، انه انا ما ارجعش عن حاجه وطيب قلبي انه ما ارجعش عن حاجه فيها مصلحه لي او فيها حريته الشخصيه عشان يحقق هو يعني يحقق احلامه ويحقق. محتاجين معونه من فوق لان الحاجات صعبه. انا شايف انه يعني هو ربنا بيقدر الحته دي، يعني الهنا بيقدر مشاعر الاباء والامهات، وهو اكيد عنده سند ليهم جدا في الحته دي، لان هي هتبقى حاجه في مصلحه عيالهم، فهتبقى على قلب ابوهم السماوي جدا انه المحبه اللي تتقدم في البيت تبقى محبه متزنه. فلو هي بتجرح مشاعر الامومه بالذات او الابوه، اكيد هو هيقدر يسند طبعا القلب جدا في حته زي كده. وهو مثالنا يعني في التعاملات اللي كل ما اكون انا على علاقه بيه وكل ما انا شبعت من ابوته ومن امومته هبقى سهل عليا ان انا اتعامل مع عيالي بالطريقه اللي هو اداني بيها الامومه والابوه. طيب. النهارده بقى محتاجه قرار، يعني ان النهارده لو انا مش بتصرف كده ان ارجع له واقول له انا محتاجه ابوتك والامومه اللي فيك تبقى فيا، صح؟ تمام، يبقى حلو جدا. طب لو اتكلمنا بقى على احنا كنا كده اتكلمنا على البنى الروحي، طب لو البنى بقى النفسي والاجتماعي من المحبه اللي هي من عند ربنا دي ممكن نشوفها ازاي في الاولاد؟ كل ما هنقدر ان احنا نتعامل معاهم بنوع المحبه بتاعت ربنا، كل ما هم هيبقوا شخصيات صالحه، شخصيات مفرحه، الناس تحب تبقى معاهم، تحب تصادقهم، لانه مش هيكونوا ناس متسايبين ولا هيكونوا ناس مستهترين ولا فاشلين، هيكونوا ناجحين، هيكونوا متزنين، هيكونوا عندهم قدره على العطاء مش قدره على الاخذ بس. الشخص اللي ما بيتقالوش لا ابدا ده ما يعرفش يدي، هو يعرف ياخد، هو طول الوقت بيبحث عن الاهتمام، نفس الاهتمام اللي هو بياخده في البيت. وساعات للاسف بنشوف الاهتمام ده بيستمر حتى والعيال كبار، بيفضلوا برضو الاهل في سنهم هم بقى اللي بيزداد طبعا، بيبقوا برضو هم اللي بيتعبوا وهم اللي بيشيلوا ويحطوا مع العيال، مش العيال اللي بتبتدي انها تاخد بالهم منهم خالص يعني. فقطعا هو هيكون شخص مختلف تماما ويعني ناجح في كل اعماله وفي كل علاقاته اكتر بكتير.
يعني قصدي حضرتك ان الـ 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 السلوك اللي هو مش ممكن يكون مش كويس دوت بيبقى ناتج عن تدليل، لكن المحبة اللي جاية من فوق ديت او المحبة السماوية دهيت بتخليه مثلا شخص اجتماعي، شخص محبوب كده يعني. اكيد هتخليه ناجح جدا في كل علاقاته، وهتخليه كمان عارف يربي اطفاله بطريقه احسن. ما احنا معظمنا بنربي بالطريقه اللي اتربى بيها، بس محتاجين ناخد قرارات نغير شويه حاجات. هو انا بتهيألي ان احنا لو بصينا للمستقبل وتخيلت انه ابني ده هيبقى في يوم من الايام مسؤول عن بيت، فعشان يكون مسؤول عن بيت انا محتاجه من دلوقتي اعمل ايه؟ بتهيألي ان دي حاجه ممكن تساعدني شويه في ان انا اقدر اكون بتصرف باللي حضرتك قلتيه، لانه انا حتى بالنسبه لي شايفه انه ايه اللي خليني اعمل كده؟ الهدف. ايه الهدف؟ بالظبط الهدف، انا عايزه اشوف ابني زوج ناجح وفي شغله يبقى ناجح واجتماعياته ناجحه وعلاقته مع ربنا احسن، فده هدف يستاهل ان انا يمكن انا اتحمل شويه مشاعر مش أيوة. مريحه بالنسبه لي، او اضطر اخد قرارات مش واخده عليها ومختلفه، بس الهدف هو اللي هيخليني اتحرك لقدام فعلا. طب لو خدنا في الاخر كده شويه نصايح للتربيه بقى المظبوطه او التربيه اللي مش مظبوطه، ممكن نقول ان احنا فعلا محتاجين نتشجع ناخد قرارات مختلفه. مش لازم ابدا نربي بالطريقه اللي احنا تربينا بيها، احنا ينفع نشوف العلم بيقول ايه، الدراسات ابتدت تقول ايه، نفهم طرق في التربيه مختلفه. عايزين نتعب شويه عشان نتعلم شويه حاجات دلوقتي. انا محتاجه اقرا. محتاجين نقرا دلوقتي، حاجات كتير موجوده على اليوتيوب، الورش عمل كتير، يعني الموضوع بقى اسهل الحصول عليه من اجيال سابقه، يعني ان احنا نعرف العلم وصل لايه وايه اللي ممكن يكون صالح لعيالنا اكتر. فلو احنا الحزم حاجة ما نقلقش منه، الحزم حاجة غير العنف تماما، والحب حاجة غير التدليل، ومحدش بيقول انه اذا احنا ما ندلعش عيالنا نبقى نبطل نحبهم، لا بالعكس، ده هما محتاجين حبنا جدا، وعندهم بيتولدوا باحتياج شديد للحب الغير مشروط، مين اللي هيدولهم بالذات وهم لسه اطفال صغيرة غير اهلهم، وبنفضل مستنيين من اهالينا النوع ده من الحب طول العمر. فاحنا الحب مطلوب والحزم مطلوب، بس احنا نبعد عن العنف والسيطره، ونبعد عن الدلع وعدم اللي هي يعني ان احنا نعمل لعيالنا كل اللي هم عايزينه، ونشيل عنهم كل المسؤوليات طول الوقت، ونتحمل احنا نتائج يعني اي حاجه بيمروا بيها، علشان في الاخر يبقوا مفرحين لينا اكتر ومفرحين في الحياه وفي المجتمع اكتر. السؤال الاخير، لو ده ما تمش من الصغر واحنا النهارده وصلنا لمرحله كل اللي فات ده ما حصلش، هنبتدي النهارده ولا هنعمل ايه؟ ولا لا هنبتدي ناخد ونقدر نحقق خطوات في اللي نقدر عليه، نلحق اللي نقدر عليه، ولو الابن او الابنه كبار في سن الشباب انا ياخدوا مسؤوليه قياده حياتهم، يبتدوا هم يحاولوا ان هم يحسنوا الحاجات اللي ممكن يكون الاهل ما عرفوش ان هم يدوها، لكن لي. هيبقى دور الاهل خلاص مش موجود، يصلوا بقى ويتوبوا. لكن يعني قصدها سامي يعني لو لو لو, لو الدنيا مثلا مش مظبوطه ازاي اصلح بقى اللي افسدته انا مثلا من سنين؟ يعني هي عموما اخطاء التربيه ملهاش غير ان انا بقدم توبه وببتدي اغير اللي انا السلوك الغلط اللي انا اتعلمت ان هو غلط، وببقى عارف ان في دور بقى على الشخص نفسه، على ابني ولا بنتي، ده هو هيجتهد فيه. بس انا زي ما بتوب كده عن اي حاجه، بقدم توبه لربنا وبتوقف عن الحاجه اللي انا المفروض ان انا اتوقف عنها، وخلاص ما فيش في ايدي حاجه، وطبعا برد المسلوب، يعني ممكن بعتذر لابني او بنتي عن حاجات ممكن اكون اعتذر اكتشف ان انا ضريتهم فيها، بس في الاخر اللي فسد في شخصيتهم هيبقى مسؤوليه حياتهم. طب في النهايه كده لو احنا حبينا ندي رساله يعني لكل اب وام بخصوص موضوع حب ولا تدليل، نقول لهم ايه؟ نقول لهم افهموا حب ربنا اكتر، واجتهدوا ان انتوا تتمثلوا بيه في رعايتكم لاولادكم. واعرف ام جميله كده اول ما جابت عيالها قالت له بص يا رب انا مش عارفه حاجه، انت علمني اربيهم ازاي. لكن وهي بتعمل كده كانت بتفهم شخصيه ربنا، وهي بتتعامل معاه، وهي بتقرا الكتاب المقدس، وبتاخد منه ارشاد في كل خطوات حياتها. دي حاجة جميلة. بنشكر حضرتك جدا، كانت حلقة جميلة، وعلى وعد بلقاء
تاني. عزيزي المشاهد، ساعات بنحب ولادنا محبة للأسف فاسدة بسبب ان يبقى في عاطفة شديدة معاهم، ان انا بحاول ان احوط عليهم علشان ابعد الشر عنهم، لكن للأسف انا كده بأذيهم. ده بيبان في حالات كتيرة زي ما اتكلمنا في الحلقة النهاردة، اني بحاول اني ادي بزيادة بدون حساب وبدون حكمة، وساعات كمان بدون حدود او ضوابط. فلما بيتعامل مع ربنا بيتخيل ان محبتي احسن من محبة ربنا الحكيمة الحازمة. عرفنا النهاردة ان المحبة دي خطر على اولادنا، وعرفنا ازاي تكون المحبة اللي جاية من السماء اللي هي حكيمة واللي فيها حزم، اللي بتبني ولادي مش بتفسدهم، وتقربهم من ربنا مش بتبعدهم. عزيزي المشاهد، عرفنا كمان النهاردة انت ممكن اسهل مع ولادي، خايف على علاقتي معاهم انها تتهز، او خايف على مشاعرهم اكتر من خوفي على خلاصهم وتوجيههم وتأديبهم. اللي بيحصل اني بفقد السيطرة عليهم وبيمشوا في طريق الشر. اني دايما اكون في صف ولادي ادافع عنهم قدام الناس سواء كانوا غلطانين او مش غلطانين، انا بعمل لهم حماية زيادة ومزيفة. فلما بيحتكوا بالمجتمع مش بيعرفوا ابدا انهم يواجهوا المواقف، وبتكون النتيجة انهم يا بيفشلوا يا بيتكسروا. خلينا النهاردة كده نصلي ونقول يا رب اديني اني استلم المحبة السماوية واتعامل مع ولادي واوصل لهم المحبة دي، احبهم محبة من نفس نوع محبتك الحكيمة العادلة المستقيمة، مش محبة عاطفية ضعيفة فاسدة في الاخر بتأذي ولادي اكتر ما بتنفعهم. اعزائي المشاهدين، الحلقة الجاية هيباركنا أسبونا القمص غطاس سمير راعي كنيسة العذراء والملاك ميخائيل ببياض بن سويف، واللي هيكلمنا في موضوع مهم، ايه اللي أقدمه لشريك حياتي من خلال وصايا الكنيسة في طقس الإكليل. حلقة مهمة جدا، نشوفكم الأسبوع الجاي، ربنا معاكم.